الدوحة لا تزال تمارس دورها الخفي المشبوه ضد السلطة الفلسطينية. قطر تتوسط بين حماس والاحتلال الإسرائيلي لتمرير صفقة بشأن غزة. الصفقة تنص على توقف حماس عن مقاومة الاحتلال مقابل بعض امتيازات تتمثل في توفير الرخاء الاقتصادي وتخفيف الحصار عن القطاع. الدوحة أنفقت أموالاً طائلة على طرفي الصفقة لإتمامها. الإعلام العبري كشف زيادة الزيارات الإسرائيلية للدوحة مؤخراً. الدوحة تتآمر على السلطة الفلسطينية وتحاول الوقيعة بين الشعوب وأنظمتها.